السلام عليكم. احنا هنا متواجدين قدام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على ما يزيد من 14 يوما، نريد الولوج إلى الوظيفة العمومية. كان ولوج المناضلين إلى سطح أعلى الوزارة هو كورقة ضغط لا أكثر، ماشي من أجل الانتحار. ونحن نقول بأن شهيدنا لم ينتحر، بل هو من أطيب خلق الله وكان معه شقيقه، لا يريد الانتحار. لو كان يريد الانتحار لسقط من أعلى السطح إلى الشارع ليراه الجميع. فكيف يمكن أن ينتحر وهو داخل الوزارة؟ هو سقط نتيجة عدم تواجد الولوجيات داخل الوزارة. ونضيف إلى ذلك أنه كان مريض بالسكر، والوزيرة الحقاوي طلبت من القوات القمعية الأمن أنهم يرفضوا، أنهم ما يخليوناش نطلعوا لهم لا طعام ولا أكل ولا شرب. والسيد مريض بالسكر، كيف ليه أنه غادي يقدر يصمد مدة من 14 يوم؟ والسيدة وزيرة الحقاوي كتقول بأنه هي المرأة الحديدية، وبأنها ما غاديش تهدر مع المكفوفين، وبأنها ما غاديش تستجب لأي مطلب من المطالب ديالهم، وكتقول بأنهم مجرد فوضويين. كيف بهم وهم فوضويون وهم أكثر من طاقات، حاصلين على شهادات عليا من بكالوريا ودوغ وإجازات وماستر في جميع التخصصات. لدينا تخصص الإنجليزية وعلم اجتماع والفلسفة والدراسات الإسلامية واللغة العربية، لدينا جميع التخصصات. نلاحظ أن هذه الدولة تقمع المكفوفين ولا تعطيهم حقهم. راسلناها في على أكثر من مرة لتفتح معنا بابا للحوار، ولم تفتح معنا بابا للحوار، رغم أنها تولت ولايتين، الولاية الأولى والولاية الثانية، لم تفتح معنا ولا باب واحد للحوار. سنبقى هنا صامدون إلى أن يتحقق الملف المطلب لنا، وهو الولوج إلى سلك الوظيفة العمومية. لا نريد التسويف ولا نريد التماطل ولا نريد أي شيء من هذا القبيل. سئمنا 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 في دولة الحق والقانون، ونحن يهدم حقنا ولا تطبق علينا أي قوانين سوى التسليط علينا بعصوات الأمن الوطني والقوات المساعدة. نحن هنا طاقات، نحن هنا كفاءات عليا، حاصلين على شهادات عليا. نحن هنا لا نطالب بالحق وليس لدينا حق، نحن هنا من أجل الحق المشروع الذي نص عليه القانون وأخبرنا به سيدنا محمد السادس نصره الله في خطابه السامي. قال بأن يجب أن تنصب أن تخصص 7% لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تنصب أي 7% لا في الولاية الأولى ولا في الولاية الثانية. سئمنا من هذه الخزعبلات التي تقولها الوزير الحقاوي ومن رئيس الحكومة. لم يقوموا بأي شيء، لم يفعلوا أي شيء، مجرد خدمة مصالحهم الخاصة لا أكثر. الكفيف المغربي معرض للتهميش، معرض للإقصاء. وفي هذا الاعتصام هناك نساء وبنات يتعرضن للبرد القارس بالليل، ويتعرضن لمجموعة من الاستفزازات، ورغم ذلك لازلنا صامدات. أين أنت يا وزير الحقاوي التي تقولين أنك تنصفين المرأة المغربية؟ أين أنت هنا؟ أين أنت هنا؟ لم نراك منذ 14 يوما، منذ أن افتتح الاعتصام هنا لم نراك، لم تفتحي معنا بابا للحوار. أين أنت أيتها المرأة؟ أين حقوقنا نحن كنساء كفيفات في المغرب؟ إذا لم تكوني تقدري على هذه المسؤولية فقدمي استقالتك ودعي الوزارة للشخص الذي يستحق، وشكرا.